أترجى الشعب العراقي، أترجى النخوة العراقية. رجاء 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 الأهل القومية، الأهل الحمية، رجاء من جنوب كل شمال كل أكرادك البغدادك، وأنا أترجاكم من دون شتائم. نظل إخوان، نظل إخوان وتحرنا. يعني أنا أردنية، أتمنى إلكم الفوز بس عشان ما تشتمونا. أنتوا عراقيين، أنتوا أهل الأدب، أنتوا أهل الشعر، أنتوا أهل الثقافة. وخلي أكمن حيش كل بأي كان بأي مشجع حيش السامعين إنه مو بزيادة وشتم. أنت ليش عراقي تنزل لمستوى وتقوم ترسينا وتهجينا وتشتمنا؟ الحكم هاي كله صار. إيه بعدين إحنا يابا إحنا قد فلوسكم يا العراقيين، أهل النفط وأهل العز وإمداداتكم علينا خيركم سابق. فهمت شلون؟ كان أنتوا اشتريتوه بفلوسكم، يعني إحنا معنا فلوس وأنتوا ما معكم فلوس، ليش ما اشتريتوه؟ إحنا باللعب ناخذ الفوز مو بالحكم. وقدها وكفوا. ويعني أنتوا شوف أفعالكم دائما تسولف عنكم، أنتوا أفعالكم تسولف عنكم بكل محفل، بس أنا أرجوكم. طيب أقولكم شتائم مؤدبة من دون مثل ما يقولوها بالعراقي في شارع، بس شتائم مؤدبة بس هاي اللي أريدها من الشعب العراقي قاطبة. المباراة بعد أسبوعين تقريبا، أقل أسبوعين، ومتوقع نتيجة المباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الأردني. يا رب يفوز العراق عشان ما يشتمنا، لأنه شتائمكم أوجعت قلوبنا يا رب. لا 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 لا، الشعب العراقي، الشعب الأردني على فكرة إحنا نلعب فيصلي وحدات هنا، فلسطيني أردني خليني أقولها. ها اليوم نتعارك أنا وياك وإحنا قاعدين على نفس الطاولة، أنت مين تشجع أنا مين أشجع مين، فاز والله كذابين والله أخذتوه والله ما كذا. ثاني يوم نلتقي بالمدرسة وبالجامعة وبالشارع، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك شخبارك، جاري جارتي كل إشي صاحبتي. فهمت شلون؟ انتهى الموضوع، انتهى بأرضه. فهمت شلون؟ أنتوا ليش ما تنهوها؟ تظلوا تشتموا سنين بس على مباراة العراقيين. وجعت قلوبنا يابا، يا رب تفوزوا ونخلص ونخلص نخلص مريت.